اللي غيعرف هي شاملة الجناح ديال الرياضة للمؤسسة الثانوية التحضيرية حسن الخياط، اللي فيه أربعة ملاعب متواجدة حاليا غتعرض الإصلاح ديالها والصيانة، زائد ملعب للكور بالعشب الاصطناعي كامل. اللي موقع المشروع الثانوي التحضيرية حسن الخياط، صاحب المشروع جماعة بن زكان ونائب استشارة شركة بوديمون بيتاليفان ومكتب دراسات ريبون. السلام عليكم. يعني هذا مشروع ديال تأهيل الجناح الرياضي بمؤسسة التعليمية الثانوية التأهيلية حسن الخياط، يعني مشروع اللي دخل في إطار شراكة بين مجلس عمالة زكان تملول وجامعة زكان. المساهمة ديال مجلس عمالة زكان تملول 600,000 درهم، مساهمة ديال الجامعة 800,000 درهم. هذا المشروع اللي يعرف واحد التهيئة شاملة ديال الجناح ديال الرياضة بالمؤسسة، اللي فيه إصلاح وصيانة الملاعب المتواجدة حاليا بالمؤسسة، وأيضا إحداث ملعب من العشب الاصطناعي على مساحة 925 متر مربع، وأيضا تهيئة شاملة لفيها الإنارة العمومية وشبكة صرف المياه الأمطار، وكذلك تهيئة وإصلاح المستودعات المتواجدة بجانبات الملعب، وأيضا تبليط الممرات الجانبية للملاعب. يعني هذا مدة الإنجاز ديال المشروع هو 4 أشهر، ومبلغ الصفقة هو 1,320,000 درهم. وشكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.